يعني هناك أخبار تقول أنها تم تسييل ميزانية لهم من قبلكم. كم استلموا إلى غاية الآن أستاذ علي عمليا من باب الشفافية، وكم سيتم تسييل الأيام القادمة؟ حتى اليوم كم استلموا منكم كميزانية؟ لا هو بحث، هو حتى نعم حتى نكونوا نحن يعني شفافين. نعم، هو ما صرف الحقيقة هو جزء من الباب الثاني فقط فقط لا غير، اللي هو 1.5 مليار دينار هذا اللي صرف، وهذا يفترض أنه يستمر حتى نهاية العام كمبلغ. وحتى نهاية العام المفروض أن تكون هناك حلول. الحقيقة نحن لا نحبذ الحقيقة استمرار اللي هو الانقسام والصرف المزدوج، وبصراحة يعني مخالفة اللي هي الميزانية وما إلى ذلك وخلق الدين العام. نحن إصلاح الدولة يا أستاذ حسام يتطلب ضرورة معالجة الدين العام ومعالجة الاختلالات اللي هي موجودة في المالية العامة وتصحيح مسار اللي هي المؤشرات القياسية للمصرف المركزي، ووضع الحقيقة خطة اقتصادية ذات رؤية مستقبلية واضحة المعالم، والبحث الجاد يعني عن سبيل لاستقرار الوطن، لأن رأوا استمرار الوضع الحالي الاقتصاد طبعا لا يحتمل، الاقتصاد لا يحتمل. أنت عندما تتخذ قرار خاطئ تتدمر كل المؤشرات، يعني كل المؤشرات هي خاضعة لتذبذبات خطيرة. يعني على سبيل المثال يعني نعطيك مثل، يعني أول أمس يعني كنا نستمع في جلسة مجلس النواب حديث عن جدول المرتبات، يعني بعض الزملاء اللي موجودين في الجلسة يتحدثون عن المرتبات قد تصل 70 مليار. طبعا يا أستاذ حسام هذا مؤشر خطر، مهما تقول لي حالة المواطن ومهما تقول لي كذا، فأنت هل الأفضل تعيش مستقر 50 سنة ولا تعيش جيد 3 سنوات؟ لأن راهو كل ما زاد الإنفاق العام بالدينار الليبي كل ما زاد الطلب على النقد الأجنبي، كل ما انهار الاحتياطي، كل ما قربنا من نقطة الهاوية، كل ما قربنا من الدين من النقد المصرف من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كل ما وصلنا إلى مرحلة التبعية وفقدان الاستقلال. هو هذا كان سؤالي الحقيقة، هل هناك فرصة كبيرة؟